أهلا وسهلا، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. هذه الحلقة نخصصها لشخصية مهمة ومثيرة وغامضة لم تحظى بالكثير من تسليط الضوء عليها. يتعلق الأمر بالكولونيل العربي الشلواطي. أسئلة كثيرة كتطرح على هذه الشخصية. أشنو كنعرفوا على هذه الشخصية اللي قامت بأدوار كبيرة في انقلاب 10 يوليوز 1971، وجدت ليه بكثير من التفاصيل ديالو، وعلاش بقات هذه الشخصية غامضة يلفها الغموض ولم تسلط الضوء عليها؟ شكون هو العربي الشلواطي؟ بداية، العربي الشلواطي ينتمي إلى عائلة من الأعيان من قبيلة الشلواط، بالقرب من رباط الخير وكذلك القرب من قاعدة العسكرية هرممو. والده كان قائدا، كنعرفوا شنو هما القواد في فترة الحماية، يعني أن الأب ديالو كان قائد في فترة الحماية، وينتمي إلى أسرة غنية وميسورة ولها علاقات مع المخزن ولها نفوذ قوي بالمنطقة. من مواليد 1935 بنفس القرية، تابع دراسته إلى حصول على البكالوريا، وبعدها التحق بالقاعدة العسكرية بالقنيطرة. أهمية العربي الشلواطي أو العربي الشلواطي يمكن تلخيصها في مجموعة ديال النقاط لا تتعدى 6 نقاط. أولا، أن العربي الشلواطي هو المسؤول عن تسيير وإسناد مهام الانقلاب 10 يوليوز 1971 إلى الجنرالات وكذلك إلى الضباط و إلى جميع القوات التي كانت تحت إمرته، وظل مرابطا بالإيطاماجور بالرباط، يعطي التعليمات حتى الدقائق الأخيرة في المحاولة الانقلابية رفقة صديقه محمد عبابو، وسيلقى القبض عليه داخل القاعدة العسكرية داخل الإيطاماجور. ثانيا، شارك في مجموعة من المعارك من بينها معركة ريمال ضد الجزائر سنة 1963، وكانت له حماسة كبيرة في التوغل في الأراضي الجزائرية لولا أن الحسن الثاني أوقفه عن ذلك. ثالثا، كان عاملا على مدينة وجدة، أو عين عاملا على مدينة وجدة، وله معرفة كبيرة بدقائق الأمور بالمنطقة الشرقية وبالأراضي الجزائرية وبالعلاقات المغربية الجزائرية وبالعلاقات المغربية الفرنسية. رابعا، له علاقة قوية مع الأجهزة، خصوصا الكاب 1 والكاب 2 والقيادات العسكرية، وخاصة مع الجنرال أوفقير والكولونيل الدليمي والجنرال المذبوح والكولونيل عبابو والمجموعة الانقلابية لسنة 1971. باش كتميز الشخصية ديالته، أن شخصيته أنه كان قويا ولا يهاب الموت، ويتميز بشجاعة لا تنتهي، سواء في حرب المغرب ضد الجزائر أو أثناء المحاولة الانقلابية أو حتى لقاءاته مع الحسن الثاني، وكانت له قدرة كبيرة على التسيير والتنظيم والتواصل. لذلك قرر جنرال أوفقير وجنرال المذبوح إسناد المهمة المركزية والأساسية في الانقلاب، وهي تسيير الانقلاب، إلى العربي الشلواطي. شخصيته كذلك على المستوى النفسي يمتاز بأنه له شخصية عنيدة ويمتاز بالتواصل،
وله دراية بالوضع السياسي للمغرب، يعني المغرب ما بعد الاستقلال، وكذلك للعلاقات الدبلوماسية والسياسية للمغرب مع فرنسا والجزائر ومع إسبانيا. سادسا ونقطة مهمة وغادي نركز فيها، قبيل الانقلاب بشهر يعني يونيو 1971 ذهب الكولونيل العربي الشلواطي مع مجموعة من الضباط إلى الديوان الملكي، يعني يترأسهم الشلواطي إلى الديوان الملكي للقاء الملك الحسن الثاني، وانتظروا الملك طويلا ولم يتم استقباله، ويعني كانت ملامح الغضب باذية على العربي الشلواطي. هل كان يريد أن يخبر الحسن الثاني بأمر ما؟ كيبقى تساؤل، أشنو هو أش علاش مشى عند الحسن الثاني قبيل شهر من الانقلاب للقاء الحسن الثاني، في حين أن الحسن الثاني لم يتم استقباله في هذه اللحظة. في يوم الإعدام بشاطئ الهرهورة كان الشلواطي هو الشخص الوحيد الغير المكترث بالإعدام. ما نسطر على هذه ونوقفوا عليها واحد شوية، أن العربي الشلواطي هو الشخص الوحيد الغير المكترث بالإعدام وتنفيذ الإعدام، يعني اللي عطى الله عطاه. ومن وقائع الإعدام أن الوزير الأول أنذاك أحمد العراقي بصق في وجه الشلواطي، دفل عليه، بصق في وجه العربي الشلواطي، فأجابه العربي الشلواطي في نفس اللحظة وبتمسك وبشجاعة واعتزاز بالنفس، قال ليه لا نبصق في وجه محكوم بالإعدام، كان عارف راسو راه محكوم بالإعدام، لا نبصق في وجه محكوم بالإعدام. ثم نظر في وجه الوزير الأول أحمد العراقي وقال له أنت جبان. الحدث الثاني، الجنرال دريس بن عمر الذي كان مكلفا رفقة أفقير بمهمة تنفيذ الإعدام نزع نياشين العربي الشلواطي وتسعة من المشاركين في المحاولة الانقلابية، وبعد نقاش يعني ساخن ومحتد بين دريس الجنرال دريس بن عمر وأفقير، أعطى أفقير بشكل فجائي الأمر بتنفيذ الإعدام باللغة الفرنسية، وكيتبين يعني في أقل من 3 أيام، بين 10 يوليوز إلى 13 يوليوز، أقل من 3 أيام تم تنفيذ الحكم بالإعدام دون محاكمة وبسرعة الضوء، أمام يعني أن الملك كان يراقب مشهد الإعدام ورفقة ملك الأردن حسين في منظر تتطاير، يعني كتطاير منه الدماء من الأجساد، بتعبير الإعلامي بن دادوش، في جو مضطرب ورهيب وفجائي نقلت أحداثه ومشاهده على القناة الأولى وخلفت صدمة كبيرة لدى المغاربة. لماذا أعطى الحسن الثاني أوامره، أو من أعطى الأوامر بنقل مشهد الإعدام إلى القناة الأولى؟ هناك الكثير من الأسئلة وكذلك الكثير من نقاط السواد داخل الكثير من ما نحكيه ومما نرويه، رغم أننا نبحث في الكثير من المصادر ولكن تبقى الكثير من الثغرات. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، لا تنسوا
دعمنا في القناة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.